ابتعدنا عن العلميه شويه، دخلنا في مجال ثاني ويا المهندس الاستاذ مصطفى سيد، حياك الله مره ثانيه منورنا. حقيقه سالت قبل الفاصل، شافت قالت نروح للفاصل، القضيه مشوقه دائما نسمعها بس نشاهدها كنا بافلام الكرتون، ونقول بان الاشياء هاي خياليه ممكن ما يستوعبها الاطفال، وممكن هي من الخيال والوهم. موجوده اطباق او صحون دواره من الفضاء تنزل، نشاهد مقاطع نزل ظهر هذا الصحن الدوار في منطقه فلانيه او في البلد الفلاني، هل حقيقه واقع ام خيال؟ معظم الحاجات دي بتكون فوتوشوب مش حقيقيه. فوتوشوب بالظبط كده، ومعظمها بتكون تجارب لدول بتعمل تجارب لتكنولوجيا تانية متقدمه، فالناس بس عشان اي حاجه غريبه بنفسرها ان هي كائنات فضائيه او ظواهر غير طبيعيه، فالناس بتظن فيها كده. لكن في بعض الحوادث المذكوره تاريخيا اللي بتاكد ده، بس في غموض حواليها، فبالتالي ما تقدرش تحكم هي واقع ولا مجرد صور. ديش الكلام اللي احنا بنحكي فيه ساحر، وزي ما كانت تحكي شافكي كل مجهول بدغدغ افكارنا ومشاعرنا واحساسنا تجاهه، وكل اشي كان مستحيل زمان اليوم صار حقيقة. يعني لما بنحكي عن الكهرباء، قديش كان ممكن تقنع فيها في زمن من الازمان الناس، لكن اليوم هي حقيقة وواقع وكل إشي بالحياة بيمشي عليها. عم نحكي عن الطاقة الكهرومغناطيسية برضو اللي تم اكتشافها وتغيرت حياتنا من خلالها، وانت كان لك بحث عنها حصلت فيه على المرتبة الثالثة في العالم. حدثنا عن هذا البحث وعن موضوع الطاقة الكهرومغناطيسية وتوليدها وقديش بأثر في حياتنا. البحث عبارة عن مولد للطاقة. احنا عندنا يعني في الطاقة المغناطيسية هي بتنتج عن مغناطيسات طبيعية، وفي طاقة كهرومغناطيسية دي بتنتج عن مغناطيس صناعي. وده نظرية علمية بسيطة جدا، لو عندي سلك كهرباء، سلك نحاس مر فيه طيار كهربي، السلك ده بيبقى ليه شحنة مغناطيسية، بيكون زي المغناطيس، بيحصل تجاذب وتنافر، وده الأساس اللي اتبنى عليه المولد الكهربائي واللي اتبنى عليه الموتور. أنا استخدمت نفس الأساس ده، بس الفكره في ان انا المصدر بتاعي ان انا مش بسحب كهرباء، انا باخد بلصه ضوء، بلصه الضوء دي بتمر في الملف، الملف بيتحول لمغناطيس، فبيحصل تنافر بين المغناطيس الطبيعي والمغناطيس اللي في الملف. فاول خليه، يعني حضرتك ممكن تتخيلوا معايا ان انا عندي اربع خلايا على شكل مربع. الخليه الاولى بتاخد بلصه الضوء، الملف المتواجد فيها بيتحول لمغناطيس فبيتنافر مع المغناطيس فبيلف. الخلية اللي بعديها تاخد بلصة الضوء، وهكذا يفضل يديني حركة مستمرة. وقدرت ان انا استخدم المغناطيس برضو في ان هو يشيل الجزء الدوار في الموتور، فما بقاش فيه احتكاك كأنه طاير على الهواء، فبالتالي لما الاحتكاك بقى صفر بقى سرعة عالية جدا، بقى عندي من اقل طاقة ومن بلصة ضوء قليلة جدا بولد سرعات وار بي ام عالي جدا. ده اللي قدرت اعمل بيه الموتور. واستغليت ان انا عندي اكس او محور طافي على الهواء ما فيهوش احتكاك، في ان انا استخدمه كمان ان هو يولد كهرباء، مش بس ان هو يشتغل كموتور، يشتغل الاثنين مع بعض. طب هذه الافكار تم تطبيقها على ارض الواقع لانها بتقلل تكاليف خصوصا من خلال البترول والكهرباء والى اخره. احنا عملنا النموذج اللي شاركت بيه في المسابقه، وحاليا احنا بنعمل نموذج اكبر للتطبيق مع احد المؤسسات المصريه، لان احنا نستخدمه كوحده للتوليد، وان شاء الله هناخد البروسيس ان احنا نعمل منه محرك موتور، نبدا من موتور صغير لحد موتور مياه، موتور عربيه، لحد هناخد التدريج بتاعه. حاليا احنا شغالين على الابحاث في ان ازاي نعمل الموتور ده بحجم اكبر، وان شاء الله يعني نتمنى ان التجارب الفتره الجايه دي يعني تطوروا اكتر وتثبت النتائج احسن كده.